مجلس الأمن يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي بعرقلة عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. محافظ حضرموت يرعى مراسم عقد تنفيذ 350 منحة علاجية مجانية بهيئة بن سينا ومستشفى المكلا. الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية تدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي الحالي. في وقفة احتجاجية، موظفو مؤسسة مياه الشحر يناشدون محافظ حضرموت لحل حالة الوضع القائم بالمؤسسة. الدكتور الخبجي يؤكد وقوف المجلس الانتقالي مع عملية السلام التي تحظى فيها القضية الجنوبية بمكانتها المناسبة.